أبراجنا وحظوظنا وشو مخبيلنا الفلك نجلة أباني رح تخبرنا. يسعد صباحك يا نجلة. صباح الخير يا مدام. صباح الخير يا ورد. كل مواليد برج الجدي، كل مواليد برج السرطان، كل مواليد برج الميزان شوي لازم ينتبهوا على أمورهم الصحية ابتداء من السابع. هلأ نحن صرنا بنص السادس، بقيان للحوت والعذراء والقوس شوية تعب صحي لل 28. ابتداء من 28 ببلش يدخل المريخ على برج الحمل، مما يعني ببلش يعمل تعب لمواليد برج الجدي، مواليد برج السرطان ومواليد الميزان. هلأ إذا بنوتي وصبية بنقول إن شاء الله يكون بيبي، بس إذا كان رجل ما عنده حل الأمور الصحية بتعني. طبعاً دائماً نحن بنحكي بالأمور الصحية ليس فقط لألك، لألك أو لمن حولك، يعني للناس اللي حواليك. طبعاً عطارد يتقدم في برج السرطان، كمان هي قصة على فكرة متعبة شوي لمولود برج الجدي على صعيد الأخبار والأمور العملية، هي متعبة مثلاً لمواليد برج الحمل على صعيد المال، ممكن تكون الأمور المالية ما كتير أريح للحمل وللجدي بالمجمل. طبعاً الميزان ما له علاقة بعطارد أبداً، حتى هلأ وقت بيتراجع لأنه هلأ ابتداء من 18 رح يبلش تراجع، كمان ما بيعني له مثلاً مولود برج الميزان، بس بيعني له دخول المريخ إلى برج الحمل لأنه رح يضله 5 شهور بين تقدم وبين تراجع. أول أخباري العزيز لمولود برج الحمل اللي عم يفتح قلبه وعقله اليوم لأشياء ممكن تكون إيجابية. ما بعرف إذا عم تحضر مناسبات أو عم بتحضر مناسبات أو عم تسمع أخبار إيجابية، في ناس عم يسعدك رؤياهم بالمجمل أو أصدقاء أنت عم تتفاهم معهم أو عم بتقرب القلوب منك. يوم أنت مبادر إيجابي لطيف، علاقاتك إيجابية وأخبار ممكن تكون سعيدة. مولود برج الثور أنت اللي مو كتير مرتاح وغالباً حساس أكثر مما يجب. يوم فيه قصص العلاقة بأشخاص أنت بتحبهم يمكن عم يعملوا لك خيبة أمل، هو السبب الصراحة تراجع الزهرة في برج الجوزاء عم بيخلي مولود برج الحمل مولود برج الثور محبط شوي من الناس يعني عموماً، أو حابب يبعد عن الضجة أو عم بيفضل العزلة، يعني في عنده هيك شي شعور باليأس إنه مثل كأنه واحد عم يضرب كف بكف. يوم عم بيقول هلأ معقول هيك عم بيصير، يعني بالغالب هي القصص هيك. صباح الخير العزيز لمولود برج الجوزاء اللي اليوم عم بينبسط بشعبيته المتزايدة. يوم إيجابي لألك سواء كان باجتماعات إيجابية أو فرح قد يكون بسبب سفر أو أصدقاء أو عم تجتمع العيلة مثلاً للمباركة بشي قصة مهمة لألك، عم تسمع يعني صوت لهجة غير لهجتك المعتادة أو غرباء عم تتعرف عليهم، يعني يوم الأفضل للتجارة وللسفر. مولود برج السرطان أنت أكثرنا تعباً اليوم، مني نصيحة تقبل بعض الضغط هاي الفترات وحاول تعمل بعض التنازلات لأنه أنت داخل على الأشهر اللي أنا بعتبرها لسه أتعب من هاي الأشهر. طبعاً هذا الشهر واللي قبله كانوا متعبين بالأصل لمولود برج السرطان، مباشر يعني رجع المشتري تراجعه وزحل تراجعه، هذا بيعمل له بعض المضايقات وهي القصة ما رح ترتاح أو ما رح تنتهي قبل بداية العاشر. بس هلأ كمان رح ينضف له حكاية تراجع المريخ، يعني وجود المريخ في برج الحمل وتراجعه. لذلك أنا بقول الأمور كتير تحتاج من مواليد برج السرطان، يعني إذا عنده حكم خاطئ أو تصرف سيء هو عامله وارد، كليتنا بشر طبعا، أنا أتمنى أنه يحاول يعمل إصلاح، الفرصة الأخيرة في الإصلاح. مولود برج الأسد اليوم الأمور جيدة جدا بالنسبة لك، عم تأمر عم توجه سير العمل حواليك وسعيد بتجارب الآخرين، سعيد بناس يمكن بدهم إياك تكون سعيد مثلا حواليك. تطلعاتك طموحة، رؤسائك اليوم مؤيدين بالعمل، عراقيل صغيرة ممكن تتخطاها وما تكون بالنسبة لك مشكلة. اليوم أصلا في حلول لمشاكل ودور فعال عم بتقوم فيه بمحيطك. صباح الخير لمولود برج العذراء اللي كمان الأمور بالنسبة له جيدة، خاصة أنه عم بيقوم بمبادرات تجاه الناس اللي حواليه. يوم فيه مساعدات ربما معنوية ربما مالية، يعني في قصص العلاقة بتشجيع أو نصائح أو محبة، بيع أو شراء حتى إذا عم بتفكر فيه، أو قصص العلاقة بقصة معنوية قصة مالية، يعني استرداد لحقوق كانت ضائعة أو مؤجلة. مولود برج الميزان الحياة يوم للتأجيل بامتياز، واليوم كل حركة تسجل عليك كل أنه شوي ضايق خلقك، كلمتك على راس لسانك، محتاج توازن خياراتك شوي مولود برج الميزان أو ترتيب علاقاتك بمن تحب. هلأ أنا بقول الأمور بلشت شوي تفرج، هلأ لعشرين 25 بقى الأمور أفضل، بس نحن بدنا ننتبه شوي على الأمور الصحية مثل ما قلنا لبداية السابع على كلن. لا هاي الفترات إيجابية بس معصب اليوم شوي.
مولود برج العقرب كمان معصب بس من غير شيء، يعني اليوم عصبيته انه يعني شو ما في غيري مثلا انا المصايب وحده ورا وحده. طبعا ابدا القصه ما انا هيك، بس فعليا اول شيء لازم ينتبه اليوم صحيا، اموره الصحيه باليومين ثلاثه شوي مكركبه. انا برايي ما في شيء اساسي سيء بالمجمل، بس وارد انه يكون في بعض المتاعب الصحيه العابره اللي لها حلول. يعني انا دائما بخاف من القصه اللي لا سمح الله انه تكون كبيره او ما لها حل. لا، اليوم العقرب لا له حلول على كل الاحوال، بس ما بعرف اليوم يعني كانه اكله من نظامي شوي، ضايق خلقه، معصب، الاخبار اللي عم يسمعها ما كثير مريحه، نومه مو مريح اليوم او مثل ما بده. يعني اليوم كانه معاناته لمولود برج العقرب من تقدير قليل. مولود برج القوس اليوم اتهامات عم تدفع عنك وعم ترتب امورك بايجابيات. اليوم نتائج امتحانات، اوراق سفر، قصه العلاقه ببيع بشري بعقد. من امبارح قلنا انه الحظوظ بلشت تساعد على هذا الصعيد، ومعك على كل ال 18. يعني لا تترك الامور اذا في شيء مهم بعد 18، لانه بعد 18 مثل ما قلنا بقى راح يباشر تراجع وطارد، وتراجع وطارد يعني اوراق سفر مستندات كلها راح تبلش تتراجع. بالنسبه لمولود برج القوس والحوت اكثر الناس اللي بيعنيهم، يعني برج القوس والحوت طبعا اضافه للعذراء والجوزاء، بس القوس والحوت اكثر خاصة على صعيد الأوراق. حاول تعمل تصحيح لبعض المواقف. جدي اليوم الأمور جيدة بالنسبة له، إيجابية، رغم أنه محتاج شوية حدا يحبه، يحن عليه، يدلله، يغنجه. الآن كأنه أو ما كتير مرتاح، بس بالغالب اليوم قادر يحسن وضعه، يعني الحظوظ مساعدة. هي أمورك المالية شوي أو أمورك العاطفية كأنه فيها هيك نوع من أنواع الكركبة. عزيزنا مولود برج الدلو اليوم الفرج رح يجيك من أقرب الناس لألك إذا أراد رب العالمين، في نوع من أنواع السعادة، الطاقة، الحماس، السفر، ما بعرف كل واحد حسب وضعه، بس في أخبار جيدة بالمجمل لألك. في أمور نفسية أو عملية ممكن إيجابية، يعني رح نبلش بموسم صيفي حار إيجابي، مو بالصيف أنا أقصد لك، يعني الأشهر القادمة أشهر حارة للتغييرات وبامتياز. مولود برج الحوت عم بيرتب أموره المالية والحياة، الحظوظ مساعدة، تقدم المريخ في برجك عم بيخلي الأمور العاطفية الصحية والعملية جيدة، يعني هاي الأمور إيجابية ممكن تكون. حاول بس تحسب حكاية التهور المالي اللي بتعملها، يعني أنت أحياناً هيك تشتهي تشتري شغلة بعدين ترجع البيت بتقول يا ريت هاي القصة أنا ما عملتها أو ما سويتها. هلا عم تكتر هاي الفترات موجات الصرف المفاجئ لمولود الحوت. صباح الخير لعزيز لمولود اليوم اللي هو مولود 15 اللي أنا بتمنى له السعادة والهنا والخير. مولود صاحب حظ كبير في الصفقات المالية، ناجح بالمشاريع الكبرى. بالمجمل هو كريم حد التبذير أحياناً، مما يجعله من أصحاب الدعوات المثيرة. بيحتاج دايماً لحدا يحسه أو يشجعه لحتى يقدر يرتب أموره. جذاب، صاحب نظرات آثرة، رفيق ممتاز بوقت الزعل، بينطرك بنكات ومعه ما بتحتاج لراديو يخزي العين وقت اللي بده ما بيسكت. أنيق، محب للجمال والرفاهية، محبوب ممن حوله، وبوقت الأزمة بيفاجئك بشجاعته. بالمجمل السنة لقاله سنة جيدة، الأمور العاطفية عم تتحسن بتقدم الزهرة هلأ عشرين 25 شهر الشهر للترقية، للسفر، لمشاريع بيع، شراء، تجارة، ارتباط. أنا عم بحكي على الشهرين ثلاثة اللي جايين، أنا بعتبرهم الأفضل لأغلب الجوزائيين ليغيروا شيء بحياتهم، لينبسطوا بأشياء ممكن تكون إيجابية بالنسبة لهم. يسعد صباحكم وتضلوا دايماً بخير. في حدا حابب يساعدني لبلش؟ أنت حابة تعرفي نكون نحن ممنونين. هبة مواليدة 6/6/2002، إذا عم تسأليني دراسياً فحظوظك مساعدة جداً عزيزتي، بس المشكلة إنه أنا دايماً بخاف منكم لأنه أنتم حدا دايماً بقلكم معلومات براسكم بس ما بتنزل على الورقة. جربي هلأ إنك تعملي فحص لحالك، يعني تسألي سؤال وتكتبيه على الورقة وتقارني بينه وبين الكتاب، حتكتشفي إنه في أشياء كتير أنت بتعرفيها بس ما كتبتيها. هلأ كحظوظ مساعدة إذا عم تسأليني. فاطمة 85، يسعد أوقاتك يا فاطمة. أنا برأيي عندك سنة بتاخد العقل وغالباً هي للتغييرات بامتياز، بس أنت مشكلتك فاطمة التغييرات بدك إياها على مرائك. روحي زمن صعب وما كل شيء عم بيجي على مرائنا، اذا بدك هي قصه كثير ثقيله انه انت حدا واثق
انه انا اللي بدي اياه حاحصل عليه، او بدي اياه كامل مكمل. ما في شيء كامل مكمل حبيبتي، الزمن كثير صاير صعب، فانا بتمنى من الجميع نقبل بما هو موجود، خاصة بحكاية الارتباط بالحب بالكذا ممكن يمر علينا عمر وما تزبط معنا بالمجمل. يسعد صباح الجميع وتضلوا دائما بخير. وتضلي دائما بخير، شكرا كثير لك يا نجلة ويسعد صباحك. شكرا كثير لك يا مدام.